المبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله على فضله، ما أعظم كرمه وما أجزل منه، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه واهتدى بهداه. وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات وهذه قناتكم قناة يقرأ، ولقاء اليوم عنوانه قبس من الآيات. وظاهر من العنوان أننا سنفي إلى بعض آيات الكتاب المبين فنقرب معناها ونوضح شيئا مما يمكن أن ننتفع به جميعا حول سناها. فنقول بالله التوفيق، الآية الأولى قول الله عز وجل أن اعمل سابغات. في القرآن تأتي نداءات إلهية كثيرة، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، وثمة نداءات لأنبياء الله جل وعلا أو للأنبياء وقومهم أو للأنبياء وآلهم. في القرآن يا نوح اهبط بسلام منا، وفي القرآن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومن أنبياء الله الذين خاطبهم الله عز وجل في كتابه المبين نبي الله داود، وداود أحد أنبياء بني إسرائيل الكرام العظام، نشأ في الأرض المقدسة، جاء بعد موسى وقبل عيسى. ما بين موسى وعيسى أنبياء من بني إسرائيل كثر، وقد كان ظهور داود عليه السلام عندما قتل جالوت. قال الله عز وجل في كتابه العظيم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الآن نبي يقول الله عنه آتاه الله الملك، آتاه الله الحكمة، آتاه الله العلم، ويقول وآتينا داود زبورا. العاقل عندما يقرأ الكثير من الروايات يمحصها بالأصل الذي يحمله، وهذه قاعدة نبه إليها العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه، أنه لا يمكن أن يدفع الأصل بالشبهات. ما الذي يدفعنا إلى هذا الكلم كله؟ يدفعنا إليه أننا عندما نتحدث عن هذا النبي الكريم نجد أحيانا بعض المفسرين يشغل بروايات لا يمكن أبدا أن تصح في مقام أنبياء الله ورسله. ومن أكثر من تعرض لهذه الروايات الكاذبة الحديث عن نبي الله داود عليه السلام، فيأتون للقول عنه أنه فتن بامرأة أحد قادته وجنوده فاضطر إلى أن يبعثه بعيدا حتى يهلك ليتزوج امرأته من بعده. وهذه يتنزه عنها أحد الناس من المؤمنين والمؤمنات، فكيف تلصق بنبي قال الله عز وجل عنه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال الله جل وعلا عنه أن اعمل سابقات كما سيأتي بيانها. لكنني أجد نفسي مضطرا لهذا الكلم عن هذا النبي الكريم لكثرة ما قيل حوله، بل جاء في بعض الكتب كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني عبد القيس كان فيهم غلام ظاهر الوضاعة، قالوا إن النبي عليه السلام أقعد هذا الغلام خلفه وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. وهذا لا يمكن أن يصح أبدا. وتعجب ممن أحيانا ينظر في السند، وهذه طريقة سليمة، لكن مثل هذا لا يمكن أن يقبل لو فرضنا جدلا أنه صح سندا، فكيف وهو باطل سندا وهو باطل متنا من باب أولى. فإنه لا يمكن لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول عن أخيه داود عليه السلام إنما كانت خطيئة داود النظر. النظر المحرم هذا أمر قضي القول في جوازه، بمعنى أنه لا يمكن أن يقول أحد بجوازه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت كله قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فنصوص القرآن والسنة قواطع بأن الله عز وجل حرم النظر إلى
كل ما من شأنه إذهاب القلب عن الله، وهذا ظاهر بين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي: اصرف نظرك، لما سألوا عن نظر الفجاء. هنا لا نحتاج نحن مع هذه النصوص القاطعة إلى أن ننظر في أحاديث مثل هذا من الضعف، بل هي موضوعة بمكان. قال ابن الصلاح عن هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني عبد القيس كان فيهم غلام ظاهر الوضاعة وقعده خلفه وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. قال: هذا حديث لا أصل له. وقال الزركشي: فيه مجاهيل وانقطاع ولا يمكن أن يصح البتة. وهذا كله أقوله بين يدي الحديث عن نبي الله داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم بين كان يقوم ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثة، ثم ينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. هنا نأتي للآية التي بين أيدينا، وهذا التحرير والتوطية لا بد منها. في أحاديث كثيرة عند المفسرين ينقلون الإسرائيليات. نعم، يوجد في الإسرائيليات ما لا يتعارض مع ديننا، فهذا يقبل ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن الإنسان العاقل يستصحب أصلا ثم لا يلتفت إلى تلك الشبهات وما أكثرها. والله عز وجل لما ذكر صفة الراسخين في العلم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمتشابه يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالمتشابه أبدا ويترك المحكم. فالذي أحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن داود أفضل الإخبار، والقرآن قبل ذلك قاطع بكل هذا: وآتينا داود زبورا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهذه آيات قاطعة ظاهرة المعنى والمبنى في فضل نبي الله داود. هنا قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، سابغات بمعنى دروع سابغات. هذا يقودنا إلى مسألة النحوية، والعنوان واللقاء والبرنامج عنوانه من كل الثمرات، فنحن لا نتقيد بشيء معين، وإنما المقصود إثراء معارف من يسمعنا ويشاهدنا من المسلمين والمسلمات. وأنا أقطع أن كثيرا ممن يسمعنا ويشاهدنا أعلم منا، لكن العلم بالمدارسة والمذاكرة. والمقصود قول الله عز وجل: أن اعمل سابقات. سابغات بمعنى واسعات تامات قائمات بالأمر على كل وجه. لكن ما هي هذه السابغات؟ الدروع. فأقيمت الصفة وحذف الموصوف، أقيم النعت وحذف المنعوت. والأصل في غير القرآن أن اعمل دروعا سابغات. إما أن تكون الدروع لم تعمل سابقات قبله، وإما أن يكون الناس لا يعرفون الدروع أصلا، وهذا أظهر وعليه كثير من أهل التفسير وأهل التاريخ. فقال الله عز وجل: أن اعمل سابقات. إذن أقيم النعت وحذف المنعوت، أقيمت الصفة وحذف الموصوف، وسيأتي بيان هذا عند النحويين. لكن المقصود أن الله عز وجل علم نبيه داود كيف يصنع الدروع. الدروع يتقى بها في المعارك، ويعان بها المجاهد على الدعوة إلى الله والدفاع عن دينه وإرهاب أعداء الله. وهذا كله متأكد شرعا. الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن الجهاد الشرعي له ضوابطه، ولا بد للمؤمن أن يعلمها حتى لا يدخل عليه من هذا الباب كما يقع من كثير من بعض الفتية، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فنقول: أن اعمل سابقات، أي الدروع. والنبي عليه الصلاة والسلام ظهر في درعين يوم أحد. ومما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحكم درعه ويلبسه هكذا ويترك ما وراءه سدى، أي غير ساتر. فلما قيل له في ذلك قال: لا أبقاني الله إن كنت أعطي عدوي ظهري، أو كلمة نحوها. والشهادة لعلي بالشجاعة لا تحتاج إلى قرائن ولا إلى دلائل، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومقام علي رضي الله عنه وأرضاه في الإيمان والعلم والشجاعة بمكان لا يكاد يخفى على كل منصف. فهذه الدروع
ما يحتاجه المجاهد في سبيل الله. لذلك علم الله عز وجل نبيه داود أن اعمل سابقات وقدر في السبت. للحديث بقية وللكلام صلة وللحديث تفرع. نفيء إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نكمل معكم ما نحن فيه من الخير. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وهذا الجزء الثاني منه من لقاء اليوم، وعنوانه قبس من الآيات. وكنا قد أسلفنا الحديث عن قول الله عز وجل في خطابه وندائه جل وعلا لنبيه داود عليه السلام أن يعمل سابقات، وقد بينا أن المقصود بالسابقات الدروع، وأن هذا من إقامة الصفة وحذف الموصوف. فذلك يأتي في القرآن حذف الصفة وإبقاء الموصوف، يعني ها هنا حذف الموصوف وبقيت الصفة، فالموصوف هي الدروع حذفت وبقيت الصفة وهي كلمة سابقات. يأتي في القرآن الضد، وهو أن يبقى الموصوف وتحذف الصفة، لكنه أقل. قال ابن مالك رحمه الله الإمام النحوي المعروف، قال في ألفيته: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل، يعني يقل وروده. وقد ورد في القرآن كما يقول أئمة النحو في آيات، منها قول الله عز وجل في خبر موسى مع قومه قالوا الآن جئت بالحق. فالنحاة يقولون إن المحذوف هي الصفة، والأصل الآن جئت بالحق البين، والمعنى أن بني إسرائيل يعلمون أن موسى لم يأتي إلا بالحق، ولا يقول إلا الحق لأنه نبي الله، فهو مؤتمن على الوحي والوحي مصدق. لكنهم قالوا هنا أن ذلك الحق الذي أتيت به من قبل لم يكن بينا ظاهرا، فلهذا ذهب النحاة إلى أن الصفة محذوفة، وهي قول ابن مالك في آخر البيت وفي النعت يقل، يعني حذف النعت يقل. هذه آية استشهدوا بها، واستشهدوا كذلك بقول الله عز وجل في خبر نوح مع ابنه، فإن الله عز وجل قال: قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ماذا يقول النحاة؟ يقولون هناك محذوف. ما المحذوف؟ قالوا الصفة لأهلك، والمعنى إنه ليس من أهلك الناجين. فكلمة الناجين عندهم أي عند النحاة صفة نعت محذوف دل عليه المعنى، لأنهم قالوا إن هذا الابن يبقى ابنا لنوح. ولهذا قال الله عز وجل أقر نوحا على أنه قال إن ابني من أهلي، لكن قالوا الذي لم يقره الله كلمة الناجين، وهذا تخريج للنحاة، لكن لا يلزم أن يكون صوابا، فغير النحاة قد يرى غير ذلك. لكنني أنا الآن أشرح قول ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. هذا كله حول قول الله عز وجل أن اعمل سابغات. كذلك هذه السابغات جاءت هذه المفردة في قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وهذه في سورة لقمان. فالله عز وجل تولانا بالنعم الظاهرة والباطنة، واختلف العلماء في معناها، ولهم فيها أقاويل أوصلها المارودي إلى 6 أو 7 أقوال، لكن نجتبي منها بعضها. بعضهم يقول النعم الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك، والباطنة ما ستره الله جل وعلا من سيء عملك، وهذا قول حسن. وبعضهم يقول الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقبى ما ينتظر المؤمن في آخرته. جعلنا الله وإياكم ممن يؤتيه الله العاقبة الحسنة. وبعضهم يقول الظاهرة ما يراه الناس من جمالك وبدنك وصحتك وعافيتك وعبادتك الظاهرة كصلاتك وصيامك وغدوك ورواحك إلى المساجد، والباطنة ما في قلبك من العلم بالله والتوكل عليه وما أنت أعلم به بنفسك. وهذه أقوال ثلاثة يدور حولها معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه اللفظة السابغات أخذها الفرزدق، شاعر أموي كبير، قيل عنه: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. يقول في متركه مع جرير: حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الوراء نتسربل. نتسربل معنى نلبس. السابغات يقصد والدروع السابغات،
وهنا نلاحظ أن الفرزدق أخذ بالقرآن كله، أخذ بالمعنى وأخذ بالطريقة. أخذ بالمعنى أنه جعل دروع قومه مثل دروع داود، وأخذ بالطريقة أنه حذف الموصوف، حذف الموصوف وأبقى على الصفة كما هي طريقة القرآن، وهو قصد والدروع السابغات. لكن لو قال والدروع السابغات قطعا ينكسر البيت. والسابغات إلى الوراء نتصربل، إنا نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتأمل في لامية شهيرة عارضها جرير بقوله يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الرحيل وقبل لوم العذلي. ليس الآن المقصود الحديث عن الجرير والفرزدق، لكن الاستدرادات في البرنامج شيء منه، فالبرنامج عنوانه من كل الثمرات. هذا حول قول الله عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد. آية أخرى يقول الله عز وجل في خبر موسى وقومه إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فضرب البحر فانفلق البحر، نجا موسى وقومه، أهلك الله عز وجل فرعون وجنده. ثم مضوا، فلما مضوا وجدوا أقواما يعبدون تماثيل من دون الله، وموسى إنما هو رسول إلى بني إسرائيل ورسول إلى فرعون، ليس كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث للناس كافة. وأولئك القوم كانوا بمنحى يعبدون أصنامهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى أي الملأ من بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء، وهذه هي الآية التي نريد أن نشرحها، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر أي هالك، وهذه فصيحة في القرآن كثيرا. الله عز وجل قال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا. وقال جل وعلا في دعاء نوح على قومه ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. وقال جل وعلا في حديثه عن بني إسرائيل وليتبروا ما علوا تتبيرا. فالهلاك، الدمار، التحطيم، الإذهاب، كل ذلك من معنى التتبير. لكن تبقى مسألة خفية في الآية، وهي أنهم لما مر بنو إسرائيل على أولئك المشركين الذين يعبدون تلك الأوثان والأصنام، قيل إن تلك التماثيل التي كانوا يعبدونها كانت على هيئة بقر، كانت على هيئة بقر. الآن يأتي كيد الشيطان حتى تتنبه أيها المؤمن لما حولك. لما رأى السامري الملأ من بني إسرائيل، رأى قومه تعلقت قلوبهم بأولئك الناس، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما أخذ الحلي وعصرها وجمعها وجعلها بيده لينة يستطيع أن يصنع منها تمثالا، توخى البقر دون غيره، لأنه رأى أن بني إسرائيل تعلقت قلوبهم بأولئك أصحاب الأوثان والتماثيل. تلك التماثيل التي رأوها كانت على هيئة بقر، فلما أراد أن يصنع تمثالا صنما وثنا يعبد من دون الله ويدل بني إسرائيل عليه، وقع في نفسه أن البقرة أشد. لماذا؟ لأنه رأى التعلق من أولئك الملأ من بني إسرائيل بأولئك القوم الذين كانوا يعبدون تلك الأوثان، فاتخذ البقرة دون غيره لعلمه أن بني إسرائيل سيكونون أقرب إلى أن يغووا به، وقد وقع. والله يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والمقصود انظر إلى صنيع السامري، كثير ممن حولك قد يرى. أين تعلقك؟ أين قلبك؟ أين الشيء الذي تحبه؟ فيأتيك من هذا الباب، إما لغوايتك دينيا، وإما للتسلط عليك دنيويا، وإما للتسلط عليك دنيويا. ولهذا لا بد أن يكون الإنسان في عمومه على حذر، والله يقول وخذوا حذركم. وكما يقال هذا في باب الأفراد، يقال هذا في باب الأمم، في باب الجماعات، في باب الدول. فكل من ولي شيء من أمر المسلمين من أرباب السياسة أو غيرهم لا بد أن يفطن إلى هذا، وأن يعلم من أين يأتيه عدوه، من أين يتربص به، فيأخذ حذره ويتوقع ويعلم ما السبيل إلى كبح ذلك الجماح ورد كيد الأعداء وإبطال مكرهم الخفي والمعلن، وإن كان المكر في الغالب لا يسمى مكرا إلا إذا كان خفيا. والمقصود انظر من مدخل دخل به السامري على بني إسرائيل، فوقع منهم ما وقع. وقال لهم الله جل وعلا، ذكر أن هارون نبههم
يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، لكن قد جبلت قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجلة كما قال ربنا تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وبعض العلماء يقول المقصود إن الهلاك هنا يعم العابد والمعبود، يعم الوثن، يعم الصنم، ويعم من يعبده، وهذا حق، وعليه يحمل قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن هذه الماء لغير العاقل، فلا يدخل فيها من عبد من غير الله ممن لم يكن يرضى أن يعبد من دون الله، مثل عبادة بعض العرب للملائكة، أو عبادة النصارى للمسيح ابن مريم، أو عبادة اليهود لعزير. فكل هذا لا يمكن أن يعذب هؤلاء بصنيع أولئك البتة، لا يمكن أن يقع هذا. إنكم وما ما لغير العاقل. والله عز وجل قال عن الملائكة وتبرؤها عليهم السلام ممن كانوا يعبدونهم: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ولكن جاءت الآية كيف أنهم فتنوا وعذبوا بالشيء الذي أهلكهم الله عز وجل به، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي فضلكم على أهل زمانكم. وقيل قال بعض العلماء فضلهم بأن أنجاهم من فرعون، ولا ريب أن هذا من التفضيل، لكن ابقاء الآية على عمومها أولى. وفضلكم على العالمين أي على أهل زمانكم، ومنه قول الله عز وجل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقول الله عز وجل عن موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالناس هنا عام أريد به الخاص، أريد به أهل زمان موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات يقتبس الإنسان من سناها ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، على أن مما يستطرف في مثل هذه الحال في الآية السابقة عن نعم السابقات أن عمر بن أبي ربيعة الشاعر الأموي المعروف صاحب الغزل لما زار من يعشقها من النساء ثم اضطر إلى أن يخرج وسط 30 نساء حتى لا يعرف، قال بيته الشهير: فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص وكاعبان ومعصر. فيروى أن بعض الناس كان في يده درع لا تنفع لا تضر، ليست بذات بال، فقال له خصمه، قال: إن مجن عمر بن أبي ربيعة خير من مجنك، الترس الذي توقى به عمر بن أبي ربيعة من كان يخشاهم من العذال خير من ترسك. وهذا كله كيف أن العرب كان الشعر يشيع في مجتمعهم يحفظه غالبهم، فكان أدنى رجل منهم أدنى امرأة منهم عندما تحادث تسامره يأتيك بالأخبار يأتيك بالشعر يستشهد بالأقوال، لأن الشعر ديوان العرب، وقل ما يكون منهم أحد لا يحفظ شعرا يحتاجه في أمر دينه ودنياه. وهذا حفظ نقل عن أم المؤمنين الصادقة المبرعة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الكثير من هذا، كيف كانت تستشهد بكلام العرب في شعرها وغيرها رضي الله عنهم أرضاهم من الصحابة. فهذا كان شائعا فيهم، يعلم أن الثقافة الأدبية التي كانت شائعة في زمانهم ثم في القرون التي بعدهم إلى حد كبير كانت تدل على أن الناس كانوا ينظرون إلى الشعر نظرة إجلال، لكن الشعراء أنفسهم كانوا يعينون على هذا، فالشعراء خلدوا ما وقع من أحداث الدهر، فأصبح الإنسان إذا استشهد يثبت له ذلك الأمر. وقد ذكروا في قضية روح بن زنباع مع عبد الملك بن مروان مع عمران بن حطان، فهذا خليفة وهذا وزير وهذا خارجي، فالأهواء والمناصب مختلفة والطرائق متباينة، ومع ذلك كل منهم كان حظه من الشعر كبيرا. فكان روح بن زنباع يدارس عمران بن حطان أخبار العرب وأيامه وشعره وهو لا يدري أنه عمران فار من أمير المؤمنين عبد الملك، وينقل روح الأخبار إلى عبد الملك، فيتعجب عبد الملك من علم ذلك الذي يسامر صاحبه، ثم تبين قال: ما أظن صاحبك إلا عمران بن حطان. كأنه قد علم عبد الملك بسعة علم عمران بن حطان على فساد مذهبه، فلما تنبه عمران بن حطان إلى هذا غادر المنزل وترك ورقة مكتوب فيها: يا روح كم من أخي ثقة نزلت به قد ظن ظنك من لخم وغساني،
حتى ظننت بي العظمى فأدركني ما أدرك الناس من خوف ابن مروان. إلى أن قال: لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلان، لكن أبت لي آيات مطهرة حين التلاوة في طه وعمراني. وهذا ما يستشهد به الخوارج على فساد مذهبهم. لكن المقصود هنا ليس قضية أي المذهبين أفضل، فهذا لا حاجة فيه إلى إثبات دليل، لكن المقصود كيف أن الشعر كان محفوظا لدى الناس في أوعية قلوبهم، فمتى ما احتاجوا إليه ذكروه تستشهدوا به، فيكون ذلك أقوى في الحجة. كانوا يأتون إلى القرآن فينظرون إلى خبره إلى أقاصيصه، فيحاولون أن يستلهموا منها المبنى والمعنى، ويقولون أبياتا تبين على جميل اطلاعهم. فلما أراد أحدهم أن يذم أحدا بالبخل قال له: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. فهذه أبيات صاغت قول الله عز وجل: فقدت قميصه من دبر، لكنه صاغ بلباقة بقدرة باستنباط من الآية دون أن يذهب هيبة القرآن. أبقى على كل شيء ودل على علمه واطلاعه. وأظن أن شوقي رحمه الله في زماننا هذا في العصر الحديث حاول أن ينهج هذا الطريق، وقد وفق فيه كثيرا، كقوله في الإسراء والمعراج: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء. فهو يشير إلى الخلاف المعروف، هل أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا أم روحا، مع أن القواطع تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا. ولهذا خلدها شوقي فقال في البيت الثالث: بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. المقصود أن الجيل الذي نحن مؤتمنون عليه في زماننا هذا في التعليم في الجامعات في التعليم العام في غيرهما من حلقات العلم لا بد أن يروى الناس الشعر والأدب وأخبار العرب وأيامها حتى يكونوا قادرين. هذا الإنسان لا يمكن أن ينطلق في معترك الأمم حتى يعرف تاريخ أمته أولا. ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع، مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا. لا بد أن يكون الناس على فقه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أخبار العرب وأيامها. وكما بينا في الأول قد تأتيك شبهات يعلم من الأصل الذي تعلم أن لا أصل لها، فهذه ترمى في البحر ولا يلقى لها بال. لكن نبقى على حاضر أمتنا حتى نعلم كيف نصنع لها مجدا، كيف نرد عنها كيد أعدائها. فلا بد أن ينشأ أبناؤنا أهلنا فتياننا فتياتنا على مثل هذا المنحة، وهذه معضلة لا بد أن يقوم بها المعلمون والمعلمات والمربون وأساتذة الجامعات وكل من أوكل الله عز وجل إليه شيئا من مثل هذا الصنيع. لا بد من المسارعة في هذا وأخذه أخذا بينا. لكنك لو رأيت السواد الأعظم اليوم يكاد يجهل الكثير من أخبار أمته وأيامها، فضلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشعر له أثره في القلب، له أثره في العقل، له أثره في العاطفة، له أثره في البناء. وعندما يقف الحطية ويقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد أنها البشر. فلما قال لي عمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، بكى أمير المؤمنين. فجعل الحطيئة من الشعر طريقا إلى أن يستدر به عاطفة أمير المؤمنين، رجل في حزم وعزم وقدرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الشعر طريق، كما أن القرآن أعظم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا كله مما يجري الحديث فيه حول قول الله عز وجل: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان الشرك بالله متبر فإن الباقي بحق هو توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ولا جدال أنها كلمة لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد هي التي لا تتبر، هي أعظم المنجيات. فلا إله إلا الله أكبر الحسنات وأعظم الكلمات.
وهنا قال الله عز وجل إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ما المتبر؟ شركهم بالله جل وعلا. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أي شيء؟ على أصنام لهم يعبدونها من دون الله. فنعمة توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم التوكل أو التضرع التوكل على أحد غيره، ولا يتضرع المؤمن إلا إلى ربه، ولا يسأل إلا خالقه، ولا يفيه إلا إليه. هذه معان عظيمة، بل عبادة جليلة، بل هي من أجلها خلق العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا بيان فيما يغلب على الظن حول قول الله عز وجل إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال العلماء باطل هنا بمعنى ذاهب، باطل هنا بمعنى ذاهب. والتتبير قد حررناه كما رأيت أيها الأخ المبارك بهذا التفصيل وما سبقه بحمد الله تعالى. نفيء إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وهذه قناتكم قناة اقرأ. وعنوان لقاء اليوم قبس من الآيات. الأخت خديجة من فرنسا، تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. عزيز علي بزاف شيخ أنا العزيز، ومش حال هذه وانا كنحاول نتصل بكم. بغيت نسول على الزكاة، ممكن؟ نعم، على الزكاة. تفضلي تفضلي، اي سؤال إن كان. هل يجوز نعطي الزكاة للجامع؟ عندنا هنايا في تولوز في فرنسا واحد الجامع كيتبنى. ليست الجواب نعطي الزكاة للمسجد. المساجد على الصحيح ليست من مصارف الزكاة. العلماء اختلفوا في قول الله جل وعلا وفي سبيل الله، لكن الصحيح أن المساجد لا تعطى من الزكاة، تعطى من الصدقات. لكن لو كان هناك فقراء في المسجد فيعطون من الزكاة أولا سدا لحاجتهم، وثانيا عونا لهم على طاعة الله جل وعلا. لكن لا يعطى المسجد كمسجد مالا بحيث يبنى ويشيد ويفرش وما أشبه ذلك ما تحتاجه المساجد عادة، فهذا ليس مصرفا من مصارف الزكاة يا أختي خديجة. توخي بها الفقراء والمساكين. نعم، أبو إياد من السعودية، تفضل يا أبا إياد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ ونفع بعلمكم. اللهم آمين. شيخ بالله كنت بسألك على شأن حكم الوديعة بالأرباح في البنوك، ما حكمها؟ لا يجوز للمؤمن أن يضع ماله وديعة في البنوك ويتفق معهم على أن يعطوه ربحا أو فائدة أيما سميت، قلت أو كثرت. قال أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا من الربا الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون لدلالة الكتاب والسنة على تحريمه. ومن يستغني يا أخي أبا إياد يغنيه الله، اتبع الطرائق الشرعية. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. وفقنا الله وإياك لكل خير. أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم شيخ صالح. السلام ورحمة الله. اللي حبك في الله شيخ صالح. حبك الله يا أبو عبد الله. السؤال الأول شيخ صالح عن نبي الله أيوب عليه السلام، عندما قال الله سبحانه وتعالى وأتيناه أهله ومثلهم معه. نعم. هل هم نفس أهلهم الذين ماتوا قبل ذلك؟ هذا السؤال الأول شيخ صالح. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لمقبرة زي مقبرة البقيع في المدينة المنورة. نعم. هل يوجد شيء شرعي يمنع حمل الجنائز بنفس العربات التي تأتي بها من التغسيل؟ لأنه في مشقة كبيرة جدا جدا على الناس لبعد المسافة، فهل يوجد مانع شرعي؟ وجزاك الله خير ونفع الله بك. تسلم يا غالي. أما قول الله عز وجل عن أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب،
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فظاهر القرآن على أن الله عز وجل رد له أهله وأحيا له من مات من ولده، وقد قال بهذا جلة من علماء المفسرين رحمة الله تعالى عليهم. هذا السؤال الأول. ونبي الله أيوب من أعظم الصابرين، وقد قال الله عز وجل عنه نعم العبد عليه السلام. أما السؤال الثاني فإن البقيعة مقبرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، والمشهور أن أول من دفن فيها من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن فيها من الأنصار أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما، عن أسعد وعن عثمان بن مضعون. وما سأله السائل أبو عبد الله، لا حرج في أن يحمل الميت إلى البقيع بالعربة، لا حرج، لكن الذي يحصل الآن في المسجد النبوي أن الجنازة إذا خرجت يتسابق الناس إلى حملها، لكن الذي أعلمه يعني وأراه الذي عليه عمل الناس أنهم يحملونها من البقيع، لأن مغسلة الموتى في البقيع، جزء من البقيع معد لمغسلة الموتى لتجهيز الميت، فيحمل على العربة من المسجد من المغسلة إلى المسجد النبوي، فهذا مقبول معقول. لكن حمل الجنازة من المسجد بعد الصلاة عليها إلى المقبرة، صحيح المسافة هي نفسها، لكن يتسابق الناس إلى الحمل ويؤجرون، وقلما يكون الثقل على أحد بعينه، يعني ترى الناس زرافات أفواج يحملون أهل الميت ومن معهم من المسلمين، خاصة في مواسم الحج والعمرة ورمضان، فإن الذين يحملون كثر ولا يوجد مشقة على أحد. والمقصود يجوز حمل الجنازة على عربة ويجوز حملها على أعناق الرجال. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين. أمة الله من موريتانيا. نعم. حياك الله يا أختي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، عندي سؤال بتفسير آيات القرآن. نعم. الآية الأولى: وإن كثيرا يعتدون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. عيدي الآية. الآية: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. نعم. الآية الثانية: لهم من فوقهم ظلل ومن تحت أرجلهم. وهل يجوز القول في الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني بدل وأنا عبدك أقول وأنا أمتك؟ هل يجوز ذلك؟ الآية الثانية، عيدي الآية الثانية. الآية الثانية: لهم من فوقهم ظلل ومن تحت أرجلهم. نعم. وهل يجوز قول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك بدل وأنا عبدك؟ في سؤال ثالث يا أختي أمة الله. نعم نعم. وفي يا شيخ بالدعاء بدائما بصلاح الدنيا والآخرة وإن سددتني الله على الإيمان. الله يزيدك علما يا أمة الله ويوفقك لما يحب ويرضى. الهوى من أعظم أسباب الضلالة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا قال الله عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فاتباع الهوى من أعظم المهلكات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الإنسان في آخر الزمان إذا غلب على ظنه أن الناس حوله في الجدال إنما يتبعون الهوى وحظوظ النفس، أوصاه بأن يترك أمر العامة ويبقى على أمر الخاصة. نسأل الله لنا ولكم العافية. حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت عبدي وأن اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأضرابها إذا قالتها الأمة لا حرج أن تقول وأنا أمتك، لا حرج أن تقول وأنا أمتك إذا قالتها المرأة. وإن كان بعضهم يقول إن كلمة عبد مثل كلمة ميت مثل كلمة ضيف، يستوي فيها الذكر والأنثى، لكن لا نرى حرجا أن تقول المرأة وأنا أمتك. وفقنا الله وإياك يا أمة الله إلى كل خير. نعم. أم هناء من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام، حياك الله. أنا حكيت معك ذاك الأسبوع بشأن الشباب، أنا عندي مشكلة مع ابني، بس أنا بدي تبين لي دوري تجاهه. يا أختي الكريمة، يوم هنا حتى لا نطيل لأمر لا نحتاج فيه إلى إطالة.
لا لا يا يا شيخ، انا ابني كان يصلي ما يفوت. انت الان تتكلمين عن مساله خاصه. لا لا لا، انا اسمعين اسمعين عن الشباب، انه انا كيف بدي رجعوا للصلاه؟ يا اختي الكريمه، ما يعانيه شبابنا اليوم ظاهر، ولا بد من الاخذ بايديهم برفق ودلهم على دين الله عز وجل بالموعظه الحسنه. الشهوات في زمانهم والشبهات علت واستشرفت، فأعانهم الله على ما يرون وأعانهم الله على ما يسمعون، والهادي هو الله. فإذا نحن أغلظنا عليهم وأوصدنا عليهم الأبواب وخيرناهم بين طريقين صعب كلاهما، فروا من أيدينا وتخطفتهم الشياطين، إن لم نأويهم نحن سيأويهم أهل الضلال، أهل الفساد، أهل الفجور، أهل الشبهات، وسينحون مناحي إما في التشدد وإما في ترك دين الله جل وعلا، ونحن لا نرتضي لهم أيا من الطريقين. لأجل ذلك نقول نصبر على ما يقع منهم ونوصيهم ونرشدهم، ونكون مرة قريبين ومرة بعيدين نحوهم، سأين الله عز وجل لهم بقلوب خالصة وأكف ضارعة أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم. الأخت أم آية من اليمن، تفضلي. تفضلي يا أختي من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، عندي 4 بنات والكبيرة منهن داخلة 14. نعم. زوجي رفض أن يدرس تعويم في الصف السابع. نعم. وإمكانياته كويسة وكل شيء عنده كويس، يعني تكون باص يجي لها من البيت إلى المدرسة، وما عاد رضي يدرسها. هل شيء عليه إثم؟ وهذا أبوها هو ولي أمرها، ولا يستطيع واحد شرعا ولا نظاما فيما أعلم نظاما أن يجبره على أن يذهب بها إلى المدرسة، وحالها كذلك. هي إذا كانت تقرأ وتكتب، تستطيع أن تقرأ القرآن في هذا السن، فهذا خير لها، ووالدها أعلم بمصلحتها وأعلم بما يكون في البلد وحاجتها للتعليم، وهل هذا المرأة في ذلك البلد في بلدها تحتاجه إلى هذا الحد. فهو سيقارن بين مسألة سلم ما يمكن أن ينجم من ضرر كون أن السيارة تأخذها إلى مكان بعيد خوفه عليها، أو بقاؤها في البيت مع زيادة تعليمها. فهذا مرده إلى الوالد إلى الأب، ولا أستطيع أنا أو غيري أن يقوم مقامه. هو مؤتمن شرعا على ابنته، نسأل الله أن يوفقه ويهديه، ولا تلحي عليه كثيرا في أن يذهب بالفتاة إلى مكان بعيد. سؤال ثاني يا أختي. سؤال الثاني، أنها جارتي قالت لي أسألك، كانت تخرج من دون إذن زوجها، وقال حرام إذا زيد خرجتي فأنت طالق، وخرجت مرة ثانية وهو لا يعلم. هذا لابد أن نسمع فيه من الزوج نفسه، هل أراد بذلك الحث على المنع أو أراد الطلاق. فإذا كان إنما قصد تأديبها ومنعها، بعض أهل العلم يرى أنه لا طلاق هنا، ويجريه مجرى اليمين ويلزمه الكفارة. لكن هي أصلا لا يجوز لها أبدا تأثم إذا خرجت من غير إذن زوجها، هذا من حقوقه، لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها. فإذا كان الصيام النافلة لا تصوم إلا بإذن زوجها، فمن باب أولى ألا تخرج من منزله إلا بإذنه، هو القيم عليها. نعم. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول، نعم، عن تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. أتمنى يا شيخ بس لو تفصل تفسير الآية. السؤال الثاني، عند دعاء، عند قولي لدعاء الخروج من المسجد، أزيد من عندي بعض الأدعية، فهل فعلي صحيح؟ تأتي بها بعد ما تذكر الدعاء؟ اي، بعد ما اقول دعاء الخروج من المسجد. نعم. ازيد من عندي ادعيه، فهل يعني نعم؟ لا، اذا جئت بالدعاء نفسه
أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب، صلي على محمد وآل محمد وافتح لي أبواب رحمتك. لو زدت لا حرج، لو زدت لا حرج، ولو تقيدت بالمأثور أولى، لكن لو زدت لا حرج. أما قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا يحمل على أن الإنسان ينبغي أن يبادر بالتوبة بالطاعة على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، كما في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والتوفيق بيد الله. لكن كون الإنسان يقول لو كان الله أراد بي الخير لهداني، ويجعل ذلك كله على القدر، ويفقه القرآن على غير ما أنزل، هذا الذي يلام الإنسان عليه. لو شاء الله لهدانا، إلى غير ذلك من الآيات التي تحمل في هذا المعنى. هذا من معاني قول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن يقبل العبد على ربه، وإن كان إقباله على ربه هو أصلا توفيق من الله ورحمة وفضل وإحسان وهداية واجتباء منه جل وعلا. نعم. الأخ طارق من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة بس. نعم. سريع إن شاء الله. إن شاء الله. ذهبت إلى مكة محرما بنية أداء العمرة، فوجدت المطاف حول الكعبة واقفة من شدة الزحام يا شيخ، فلم أكمل مناسك العمرة ونويت أن أؤجلها لوقت آخر، وصليت 2 ركعة ورميت الإحرام وغدر، هل في هذا شيء؟ هذا فيه أشياء، ليس شيئا واحدا. ليس لك يا أخي الكريم طارق أن تترك العمرة، تلبست بها لابد أن تكملها. أنت الآن تعتبر في عمرة، أنت متزوج أو غير متزوج؟ صحيح متزوج. متزوج يا طارق؟ صحيح. جئت أهلك؟ صحيح. إذا كنت جئت أهلك فالإحرام فسد بالجماع، فعليك الفدية وأن تقضي عمرتك عاجلا غير آجل. فدية في مكة يا شيخ أو في أي مكان؟ لا في مكة، في مكة توزع على فقراء الحرم. باقي سؤال لأجل الوقت. يجوز يا شيخ أعطيها الجمعيات هذه اللي تأخذ مبالغ؟ وكل بها من تثق به أن ينحرها في مكة ويعطيها فقراء الحرم، لا بد من العمل. يعني يكفي أنك فرطت، نسأل الله أن يغفر لك، لكن إن شاء الله أنك ما أردت إلا الخير وغلب عليك عدم علمك. وفقنا الله وإياك يا أخي طارق لكل خير. هذا ما تيسر من الإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، وقد كان عنوان اللقاء قبس من الآيات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر، يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.